نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت إنه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس هيتم أيا كانت نتائج التصويت التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه في هذا في نهاية الأمر هذا قرار غير إلزامي للأمم المتحدة. علينا واجب الاعتراف بما يتم فعله برأس مالنا السياسي والمالي، ونحن لنا الحق بطلب استخدام استثماراتنا بشكل أفضل، وعندما يفشل هذا الاستثمار فواجب علينا أن ننفق مصادرنا في أوجه تكون إنتاجية. هذه هي الأفكار التي تراودنا عندما نتدارس القرار المعروض علينا اليوم. إن الحجج المدفوعة بشأن قرار رئيسنا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد اتخذت. زي ما قلنا هو قرار غير الزام، لكن في اسئله كتير بقى دلوقتي بتجول في الخاطر. هل الولايات المتحده الامريكيه هتنفذ ايضا التهديد والوعيد اللي قدمته للعديد من دول العالم قبل التصويت بقطع المعونه او غيرها؟ ده سؤال مهم جدا. طيب بما انه قرار غير الزامي، التحرك القوي الولايات المتحده يبدو ان هي قادمه او هتنفذ ايضا قرارها مهما كانت العواقب. ايه المسارات الاخرى البديله او اساليب الضغط او الكروت التي ما زالت لدينا ايضا للضغط؟ يعني احنا احرجنا الولايات المتحده والصعيد دوليا، لكن هم برضو هينفذوا القرار. فاحنا ايه اللي عندنا ايضا ممكن نقدمه اكثر من كذلك؟ لا يعني هي خطوه دبلوماسيه طبعا تحرج العالم، تحرج الولايات المتحده امام العالم، لكنه على ارض الواقع ما الذي سيتم؟ خلينا نسال ايضا سياده السفير احمد غمراوي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. برحب بحضرتك، صباح الخير يا فندم. سيد السفير صباح الخير. اهلا، صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ كنا لسه بنتابع يمكن من شويه ايضا خلينا نقول تصريحات نيكي هايلي مندوبه الولايات المتحده الامريكيه في الامم المتحده، وهي بتقول انه كده كده القرار سيتم تنفيذه بنقل السفاره الى القدس. حضرتك بعد التصويت الذي جرى بالامس، يعني ايه لدينا من اوراق ممكن الضغط عليه اكتر او نذهب بها اكتر للضغط على الولايات المتحده واسرائيل، على اعتبار انه في نهايه الامر قرار الامم المتحده غير الزامي يعني لواشنطن، مش اي شكل من الاشكال؟ الصوت ضعيف جدا. طيب عايز احرك السؤال مره ثانيه وطبعا عذرا. بعد القرار بالامس اللي بالاجماع او بالاغلبيه خلينا نقول الساحقه اللي تم اتخاذه في الامم المتحده في وجه القرار الامريكي، ايه تاني من اساليب الضغط يمكن ان ناخذها على اعتبار انه هذا في النهايه برضو قرار غير ملزم؟ يهمني اولا ان انا اهنئ مصر والخارجيه المصريه وبعثه الامم المتحده المصريه، واهنئ الرئيس السيسي بالسياسه الهادئه التي تصل الى اغراضها دون صدام. الحقيقة ما في شك أن أمريكا دولة مهمة ودولة لها سيطرتها السياسية، إنما موضوع القضية الفلسطينية للعلم إسرائيل نفسها أنشئت بقرار من الأمم المتحدة وبتصويت من الأمم المتحدة وبفارق صوت أو صوتين، ولذلك في نفس الأمم المتحدة أن تقر الأمم المتحدة خطأ رئيس جمهورية أمريكا في قراره وتعزل أمريكا عن العالم وتجعل السياسة الأمريكية في فشل أمام العالم، كل هذا لا يكون إلا إذا كان هناك خطة، وهذه الخطة نجحت نتيجة فهم القضية الفلسطينية والإيمان بهذه القضية والإيمان بأنها قضية عادلة، وتجمع العرب وريادة مصر في اتخاذ ووضع خطة القرار، بالإضافة إلى تعاون مصر مع الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز، وهذا يظهر مدى حنكة السياسة المصرية في جمع كل الأنصار في هذا الوقت المهم حتى تتغلب السياسة العربية على قرار رئيس أمريكي اتخذ العملية عملية استعراضية بتوقيعه على قرار نقل القدس
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإظهار أمام العالم توقيعه وكأنه شيء مفتخر به. الحقيقة ترامب خدم القضية الفلسطينية بالرغم من أنه يريد الضرر، وإسرائيل فشل ذريع باعتمادها على شخصية واحد اللي هو ترامب أيا كان. إنما الحق لا يكون إلا بإقرار العالم، وهو ما حدث في قضية فلسطين أمام العالم. معلش تستفيد اسمحي، طبعا كل اللي حضرتك بتقوله يعني صح ومظبوط 100%، لكنه في النهاية هو قرار غير إلزامي برضو لواشنطن، وبالتالي ده اللي بيسألنا طب الخطوات القادمة ايه اللي لدينا تاني من اوراق ممكن نلعب بها؟ هل ايضا هيكون المعركة القادمة معركة الاعتراف بالدولة، ولا هيتوقف الامر عند هذا الحد؟ اولا يجب التركيز على انهاء الاستعمار العالمي واخر جزء مستعمر في العالم واخر دولة تحت الاستعمار وتحت الاحتلال وهي فلسطين. هاي المرحلة القادمة يجب أن تكون لتحرير فلسطين، وأن بالتأكيد يكون هناك قرار من الأمم المتحدة استكمالا لقرار بطلان نقل العاصمة إلى ببطلان الموضوع. كمان يا ريت تشرفنا نتكلم أكتر فيه بشكل أكثر تفصيلا عن الحركات القادمة أيضا والتحركات القادمة. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير أحمد غبراوي، وساعد وزير خارجية الأزمة.